مرحبا بكم من جديد، دونك التحق بنا مختار. اخويا تحياتي من جديد. عايشك اخويا، ربي يفضلك. تحياتي حتى انت. سافا، شنو الامور؟ والله الحمد لله. وانت صباشني احوالك؟ انا قاعدين في الدار هيك شين وكهو ريت والله الكل كيف كيف. قلقنا قلقنا تقوم تعود ترقد تعود تقوم كيف كيف. نفس والله الحكاية كل يوم. سمنت شوية ولا ليه؟ ولا لا شد لا، الرجل؟ قاعد نترينا. والله قاعد نترينا تخرج البلا ولا كيفاش؟ ولا في الدار ترينا ولا كيفاش؟ والله. نقوم صباح 7 مبكر، نمشي نترينا ومن بعد نرجع للدار ندوش ونفطر ونشد شد بلاستي، نتفرج فيه نعمل حاجة. تحية المعز بولحية يتفرج فينا. بون، خلينا نوضحوا حاجة مختار، حكينا فيها ديجا في في على الكونت انستغرام. عندك كونت هذا وعندك كونت واحد اخر، هذه عملك شوية قلقة. بيان سير، انا ما كانش عندي كونت انستغرام، ما عنديش برشا من اللي فتحت واحد، مي هذا هو الاوفيسيال نتاعي. الاخر فو كونت عنده برشا، هو انا هو من اللي حلو والعباد الكل تستخايل فيها. معناها هذاك الكونت نتاعي، وصاروا لي برشا مشاكل. ساعات تلقى مع عبد يقول لك شبيك ماك، شبيك بلوكيتني، شبيك عملتني هكاك. معناها يعمل لك مشاكل مع الناس اللي تحبك وكل شيء. ان شاء الله ربي يهديه. هذا شو باش نقول؟ ما حكيتش معاه، بقلقك شوية ولا ايه؟ لا انا ديجا مبلوكيني من الكونت، معناها مبلوكيني. ريت كل ما فما انستغرام مختار بالخيطر مبلوكيه. اوكي فهمتك. باهي خويا، احكي لي شنو الامور، كيفاش تعدي نهارك في البريود هذه؟ والله كيما قلت لك، نقوم صباح شويه بكري، نمشي نترينا انا واصحابي والكل، ومن بعد نرجع مش للدار. باهي، مش باهي برشا الاختلاط. لا مش برشا، جيست واحد ولا زوج، معناها مش برشا. وبعد على بعضنا بعد من الدومين الولاد ولا ايه؟ بيان سير في الدومة. ساعات نتقابلوا جوالات الكل هكا، نمشيو مع بعضنا، وساعات نمشي كان انا وصاحبي واحد ولا زوج، نمشي نعملوا. كوارجية معناها، وين وين يكور؟ بيان سير، فما برشا جوالات يكوروا في الجزائر، كلهم شهاب يكوروا. الصلح، شهاب الصلح قال لك مختار بريزيدون. معناها وهذه هذا كيما يقولوا حاجة سيكري بيني وبينه، وما يعرفوا هذه. ديما يقوموا مختار في زينو. قيانا قيانا مختار. لا والله ديما معناها في كي نبداو في الفيستيار هكا، نبداو نحكي، ومعناها كي نبدا نحكي وكل شيء يا اخي هما يقوموا، هو وبرشا ايوب الكل معناها بريسك جوالات يقوموا مختار في زينو، مختار في زينو. باهي، البريود اللي فات ظهرت عديت بظروف صعيبة شوية مختار، بعد ما روحت من تونس. والله تعديت في ظروف خايبة، ما الحمد لله كما يقول لك عديتها يا أخي. أنا وقتها ماشي باش ندخل للجزائر، وتشديت في الحدود من الأول، قالوا لي باش يعملوا لك تيست وكل شيء وتروح. قلت أنا باهي، ما يساش نقعد بحاجة باهية لي أنا وأنا عائلتي والكل. يا أخي مشيت ولات الحكاية في 15 جور و14 جور وكل شيء. وقتها تقلقت بالحق، وخاطرش ما عجبتنيش معناها البلاصة اللي قعدنا فيها وكل شيء. من بعد بالوقت بالوقت كيما يقول لك صبرت، وجاو حكاو معايا وقالوا لي فمشى لي موايا وكل شيء. اخي كيما يقول لك قعدت وعديت. والله من بعد عديت يامات بالحق بالحق، والفتهم اليامات هذوكم، ولقيت رجال بالحق، ناس سقع راس نوجه لهم تحيه، خاطرش بالحق عملوا معانا حاجات، حاجه ما خصتنا، وصلوا حتى يجيبونا الماكله من الدار وكل شيء. والحمد لله مشيت، ومن بعد دخلت الوهران والحمد لله. شفت تصريحات في الصحافة الجزائرية، انت حكيت حتى ظروف صعيبة كنت عايشين فيهم معناها. بيان سير، خاطر كي تقول معناها كي تتشد في الحجر الصحيح، الحجر الصحيح لا نعرفه شنو هي. كل واحد يقعد وحده، كل واحد يشد بلاصتو، يشد بيته، كل شيء يجيه في معناه يجيه في البيت نتاعو. اما غادي لا، معناه كنا مخلطين براسك 200 واحد ولا 250، معناه الكل مع بعضهم ياكلوا مع بعضهم وكل شيء. سي بور سا ما عجبتنيش الحاله، وخاطر كي انت كي تحب تهزني المحل الصحي انا نتقبل هذا. كيما يقول لك هذه حاجه حتى كي تجي تشوفها حاجه باهيه ليك، اما مش لي كونديسيون ما يعجبوش. فهمت على هذيك؟ قلقت وحكيت، اما من بعد بشوي بشوي قاعدين يصلحوا كل شيء. تحية لزكريا العبيدي، أيمن جاب الله، ولؤي العلوي، تفرجوا فين؟
باش يعملوا فيا من بعد يبداو يبعثوا لك المساجات هاك تشوف فيهم يضحكوا المجالة بتاعي خرجت إشاعة مختار، شفتك حتى هبات فيديو إنك مصاب، معناها كيفاش والله ما سمعتك قلت لك خرجت حتى إشاعة إنك مصاب بالكورونا، معناها ايه ماك تعرف الإشاعة ديما ورا بعضهم عادي فما حد شيء ما فهم ماك وكان تعرف معك العائلة بالقريب ديما مرتك يخرجوا مشاكل لا كنت وحدي كنت آه وحدي كنت وحدك جيست انا وصاحبي عنتر جمعوني اللي قاعد يكور وقتها صحح في حمام الانف معناتها تشديت كان انا وياه هم سبقوك للجزائر، راحوا قبلك معنا ولا ما ايه تلحقونش راحوا قبل مازال؟ لا قبل راحوا برشا قبل بعدتهم ديجا فهمتك. باين احكي شوية على السيتياسيون طبعا مع الكلوب، مختار شنو وضعيتك بالضبط؟ والله عادي كيما يقول لك هذيك ولات جماعيتي ولات معناها عادي هريس بالمشاكل بالحاجات الكل اللي صارين عادي ما يقلقش ما فهمت ماشي جديد علينا ولا كل شيء وي اسلام الكونيكسيون ابارامون ما نعرفش عندي وعندك، الزوز ظهر لي على قدها. اه عندنا خاطر احنا في وهران شويه قاعدين مسكرين شويه كونيكسيون على الحاله هذه والسياسه فهمتك. كيفاش عاود لي بالله مختار، ما وصلتش برشا كلامك خاطر. قلت لي شنو هي السيتياسيون تو بالضبط؟ ما زلت انت مع الكلوب باش تكمل عام؟ مازال عام في الكونترا؟ اه مازال لي عام وان شاء الله بقدرة ربي كيما قال لك نكملوا في الكلوب وان شاء الله نحاولوا نرجعوها للتنية صحيحة بعد المشاكل اللي تعدات فيها ونعرفوا السياسة نتاع الكلوب الكل ان شاء الله ترجع الكلوب ما خير ان شاء الله المشاكل نتاع الفلوس ما عادش تقلقك، استانست بيهم؟ قلت لي والله استانست بيهم كيما نقول خاطرش 4 سنين معناها وليت واحد من العائله كيما نقول واحد من الجمعيه تحس روحي في اللي كبرت فيها معناها مش جدد علينا المشاكل هذوما ساعات يقلقوا خاطرش تعرف فما عباد ما عندهاش منين تاكل معناها كان من الكوره وهذه معناها هذه هي الكوره هكاك هي جات هكاك ان شاء الله احنا رانا واقفين والناس الكل عارفه بالسياسيون تاع الكلوب خايبه واحنا جوارات رانا واقفين ونضل ما قصرناش في السياسة هذه اللي معناها اللي تعدت فيها
نعرفش كونيكسيون خايبة برمو محارب مختار نعرفش كان رجعت تعمل أبيل نستنى يرجع معانا مختار اي كونيكسيون خايبة عنده ديجا قال لي في وهران فما مشكل في الكونيكسيون ان شاء الله ما تقلقناش ويرجع معنا ديجا بعث لي ميساج قال لي مش نرجع سير شوي صعب بالكم معنا شوي لا هرجع مختار كونيكسيون على الاخر خايبة نسيت نسيت شنو صعب بيننا شوي انت شوية وانا شوية وتعدى ان شاء الله ان شاء الله اخوي بيه اما مختار خرج كلام اللي تقدمت بعثت تنبيه انت على المستحقات نتاعك للكلوب اه بيان سير طلبت عاد تنبيه ما حبيتش نشكي بالفريق خاطرش منزل كيما يقولك منزيدش عليه كل شيء قدمت تنبيه من الجامعة باش يقدوا لي اموري معناها اي تقدت ولا ايه مازالت اما كيما يقول لك ما كشفت جات في وقت خايب وكل شيء وتوا المرض وكل شيء ان شاء الله بعد ما نرجع ان شاء الله نقد اموري معاهم ان شاء الله فما اتصال مع الإدارة اه بيان سير حكيت مع الرئيس قبل ما ندخل الجزائر وكل شيء وقال لي توا ان شاء الله كي ترجع توا نتواصل ان شاء الله فهمت تخمم فسخ عقدك ولا تمشي جمعية أخرى قريبة هذه ولا لا؟ لا توا ما نكتبش عليك معناها ما نجمش نكمل العام ونكمل سيزون ان شاء الله كان جات حاجه باهيه ليا وباهيه للجمعيه بوركوا با ان شاء الله فما دي كونتاكت فما حاجة قلت لك مختار فما دي كونتاكت فما حاجة ولا مازال اه عندي كونتاكت في السعودية وعندي في الجزائر وكل شيء مي توا بو لو مومون قاعد كيما قال لك نخمم في نكمل سيزون مع الجمعية ان شاء الله فهمت بسنة وضعيتك اتقلقت شوية ما لعبتش برشا بيان سير تقلقت ما تنجمش تتصور قداش تقلقت مي الله غالب كشفت رجعت ومن الاولى ديجا كي بدات سيزون مشاكل مازال ما تأهلتش وكل شيء ومن بعد جاتني بليسير وكل شيء مي كيما يقول لك الحمد لله وقت اللي كنت حاضر
وقت اللي كنت حاضر سحقتني الجمعية، كنت نلعب والله غالب عادي المكتوب تاع ربي، ما نجمش واش ندخلوا في حاجة معناها كيما نقولوا حاجة من اللي جات من عند ربي. إن شاء الله الماتشات هذول متبقيين، إن شاء الله نرجعوا في فورما إن شاء الله. احكي معك لا سعد في الموضوع هذا، حكيت معه انت ولا لا؟ بياسير ديما الاسعد ديما معناها ديما كونتاكت مع الجوهرات، ديما يحكي معنا، ديما معنا ما يخلي حد يتقلق، يردي الناس الكل وكل شيء، يعرف كيفاش يشد المجموعه، وكيما يقول لك اللي يكون حاضر وكل شيء 100% يلعب، وانسان يستنى فرصته وما لازمش يتدخل في لي شويه، لازم يتقبل لي شويه على الترينر، ووقت اللي تبدا حاضر كيما يقول لك يعطي ما عنده في التيرا هذاك، هو اللي باش تبروفي للناس تعطي التيرا ما هذاك ما عنده. وانك ساعات مش في البوست نتاعك تلعب على اليسار، هذا يقلق شوية ولا يزال؟ والله استانست بيه، ما صح هو يقلقك وكل شيء، اما بعد كيما يقول لك استانست بيه عادي، وكيما يقول لك حتى وين يحتاجني وين اي بلاصه لازمني نلعب ولازمني نعطي ما عندي. قدام سالين تو تسالوا مختار ملاعبين انتم. والله كل واحد وقداش يسال، خاطرش انا معناها رجعت وفهمت الحساب نتاعي وجوالات الاخرين مش كيف كيف، فهمت كيفاش كل واحد معناه قداش يسال. والله ما سمعتك، الصوت قاعد يتقطع، تنجم تعاود لي مختار؟ قلت لك معناها كل جوار وقداش يسال، خاطرش فما اللي انا كيما رجعت السيزون اللي تعدات معناها مش كيف كيف، كل واحد وعنده حسابه وحده، فهمت. معناها مش كمان اللاعبين تسمع بتاع السيزون اللي فات كمان السيزون هذي، فما قلت لي هكا حاجة. ايه صحيت، مش كيما سيزون لي ربي يهديها وقعد. لا عاملينها اكسبري في الجزائر، مقصين نص الكونيكسيون، فهمت. علاش؟ ما نعرفش والله، ما نعرفش، نفس المشكل في معناه في الجزائر في وهران الكل. باهي معاود لي مختار ربي، قلت لك قداش قدم سالير مازال تسالو؟
قلت لك كل واحد وكيفاش قداش يسال، فهمت؟ انا فهمتك. نسال 4 شهور وفهم جوارات وكيف كل واحد وكيفاش حسابه، فهمت؟ بيه مستعد تسامح ولا سعيد؟ تعبت من التسامح؟ لا والله عادي، والله يعرف الناس الكل تعرف قداش سامحت، وكما يقول لك توا ما نجمش نزيد نغرق جمعية في المشاكل، وان شاء الله ما نوصلوش للمشكلة هذيك ان شاء الله. اسمعني، لؤي العلوي قال لك اطلع فوق السطح ما عادش تقص الكونيكسيون. هاني نسمع فيها لؤي، لؤي قول له جاي نهارك ان شاء الله كي نرجع نحكي معك. مختار صحيح انك دخلت وقتها كان فما بروبليم مع شنيحة، دخلت بصلح بيناتهم الزوز. دخلت وكلمت، كلموني جماعة وكلمت شنيحي وكل شيء، حاولت كما يقول لك نحكي معاه وكل شيء. من بعد كما يقول لك لشوا هو عنده، وما صار له مشكل وما حبش كما يقولوا ما حبش يسامح. اخويا انت انسان لازم يتقبل لشوا نتاعو. الموسم هذا الفريق خرج من تقريبا المسابقات الكل، معناها كيفاش تقيمها السيزون هذه؟ والله صح مشكلة، معناها خرجنا من الكوب و مازال شامبيونة طويلة وكل شيء، مي كي تجي تشوف بارابور، معناها صح معناها الجمعية فريق كبير وكل شيء، لازم كل سيزون على الأقل يخرج السيزون بحاجة، مي لا غالب ابري سيتياسيون والمشاكل وراك شفتوا اللي صار وكل شيء. إن شاء الله خويا بوركوا با نلعبوا على الدوزيام بلاس، وعلاش لا نلعبوا على الشامبيونة إن شاء الله. تشوف فما اضافه نتاع سعد الدريدي في البهيل اللي تعاملوا باللول في الكلوب؟ بيان سير، هو كيما تشوف هو ولا كيما يقولوا يحب الجمعية وكل شيء، عرف شنية الجوارات، معناها شنية في مخاخهم، شنية قاعد يدور، وشنية المشاكل متاعهم وكل شيء، عرف كيفاش يحكي مع الجوارات، وشاف البوان فابل تاعنا والبوان فور تاعنا. وهو كيما يقول لك ديجا هو مقبل معروف اللي هو معناه اونترينر باهي، ومعناه نجح مع جمعية الكل، عارف كيفاش يشد الجروب، وسي بور سا كيما يقول لك بالخدمه تاعو وستاف، فما النيه كيما يقولوا في الجروب، والنيه بيناتنا هذيك هي الحاجه اللي خلته ينجح. خرج كلام انه قسم معاكم الفلوس اللي خذوها مؤخرا، هل هذا صحيح ولا لا؟ والله حكايات يا حكايات يحكيو فيهم، نتصور ما فماش الحكايات هذوما، ماك تعرف الكلوب ديما الناس تحكي عليها، وديما باجات يحكيو، فما حاجات عمرهم ولا يصيروا. مختار، اش قالك في الظاهر نتاع الديريه البطوله التونسيه ولا برشا؟ كيفاش؟ قلت لكم لاعبين الدريه البطوله التونسيه ولا برشا، اش قالك فيها الحاجه هذه؟ برشا تزيرية في تونس. ما سمعتكش. ماك تعرف، قلت لك ماك تعرف الناس الكل تحب تزيد تلعب في تونس وكل شيء، معناتها فما بروغريسيون، فما شافوا جوالات الكل تزيرية نجحوا في تونس، سي بور ساك ولاو الكل يحبوا يجيوا لتونس. وشكون اللاعبين اللي جلبوا انتباهك من الدريب؟ كيفاش؟ اش قلت لي؟ قلت لك شكون اللاعبين الزيريه بطولتنا اللي جلبوا انتباهك؟ والله اللي سمعتك اسلام، مش سمع فيك بالقدام. شكون اللاعبين الزيريه اللي جلبوا انتباهك البطوله نتاع السنه نتاع البطوله التونسيه؟ اللي يعجبوني انا ما سمعتنيش. ها والله قلت لي جوارات اللي في اللي يلعبوا في تونس يعجبوك اي نورمالمون. الجزيرية اللي شفته مع دو سيزون باهي، مش تونس الجزيرية معناها. فما بدران، فما بنغيت، فما شتي، فما زاد في امين مداني اللي يلعب في الشاب لاكسيال جوش هذاك، فما برشا برشا قاعدين يقدموا في مستوى باهي في الماتشوات، قاعدين نتبع فيهم انا. وشكون تعرفوا عنده امكانيات كبيره لكن مازال ما وراهاش؟ فما كيما نقولوا في الترجي، فما مزياني مازال ما لقاش روحه، مازال ما تبروغريساش، خاطرش
كيما رجع وكل شيء، معناه ينجم يعطي اكثر وينجم ينسيهم في برشا جوارات وكل شيء. وفما برشا ماك تعرف كي تبدل البطوله من الجزائر لتونس، تبدل راح تجيك صعيبه باش كيما نقولوا باش تبروغريسي وكل شيء. انا بشوي بشوي حتى الواحد يعرف روحه. انت شكون اقرب واحد ليك مختار؟ والله عندي برشا اقرب لي، عندي كيما قلت لك هذا امين مدني، عندي بدران كيف كيف زاد كور معايا في البليده وكل شيء، عندي امين مدني زاد كور معايا، فما برشا علي قشي، فما قداش من واحد. بدران تتقابل انت وياه؟ ساعات مش ديما مش برشا، ما معناها نتقابلوا حتى كونتاكت في التليفون وكل شيء. ما فماش ريفايل بين الكلوب والاسبيرونس؟ ها ما فماش ريفاليتي بين الكلوب والاسبيرونس انت وبدران؟ لا عادي نحكي واك على الماتشوات وكل شيء، ما عادي معناها خوت ابريتو كيما يقول لك، نفكروا ساعات ايامات اللي عديناها مع بعض، ساعات باين شنو وكل هما شيء. لي سوفينير قعدوا لك مع بدران مثلا مختار؟ كنت لعبنا مع بعضنا لعب معايا اخي، هو كان وقتها احنا كنا في سينيور، هو كان صغير في الاسبوار، كان يطلع يلعب معنا وقت هو كان يلعب، كنت نلعب انا رياض دروا، وهو ولا يلعب، وهو ولا يلعب في بلاصتي رياض دروا، وانا وقتها كنت نلعب القدام. اها. اخي عدينا، هو معنا عدينا بيامات حلوين انك تعرف، ستاجات وكل شيء. صحيح. الشروق الجزائرية اليوم اعلنت انه مهاجم بارادو زكريا النايجي في كونتاكت مع الاسبيرونس، شنو نجمو نعرفو عن اللاعب هذايا مختار؟ والله هو ملاعبي باهي مش خايب، هو باكون باهي وكل شيء، وصغير في العمر وكل شيء، قاعد يقدم كيما نقولوا في مستويات باهيين في الجزائر، معناه مش خايب كيما نقول لك. ان شاء الله علاش لا، يجي لتونس يجي لي بروغريسي، سواء ينجح يجي لي تتصوروا؟ كلوب ولا يجي لترجي، ينجم يمشي بعيد، كان يحط راسه ينجم يمشي بعيد. شكون اللاعب تنصح به الكلوب؟ لاعب تزيد متألق طرف الجزائر؟ في الجزائر والله تعرف في الجزائر فما برشا، اما معناها ريت الجوارات الباهين الكل تلقاهم سير كونترا، تلقاهم لكن ديما تخرج فهمت. ديجا الجزائر، انا الفرق قعدت في الصغيرة اللي مش الكبيرة سوا ديزون ديما ديما تخرج يخرجوا معنا ملاعبين، سيرتو ديما بارادو تو. ديما نقول لهم، انا ديجا نقول لهم قبل ما ياخذوا جوار، نقول لهم على اللي فما جوار باهي وكل شيء، ساعات ما يتفاهموش كل شيء، والله غالب كما يقول لك، انا كون جات بيديا ما نعرفش نجيب الناس الكل. باهي مختار، خليني اسالك شويه اسئله من العباد بعثوهم لك. باهي ترخاني يقول لك انا وخير بونتو اللي ملكيته ما في كامبالا والا في بنجردين؟ في كامبالا بونتو مزيان برشا. بونتو مزيان برشا. باهي مهاب قال لك مستقبلك مع نادي الفريق، حكينا فيه الموضوع. اشرف بركات علاش اول ما جيت للكلوب عديت ماتشوات باهين وبعد كلي طاح شويه الروندمون؟ ساعات المشاكل هما يخليوك تدخل بعدك، ساعات كي يكثروا المشاكل في الجمعية تولي تخمم، كان في تنسى ساعات تخرج من التيران وتخرج من الماتش وتبدا تخمم في المشاكل. فارس قال لك علاش ماكش اساسي البريود اللي فات؟ والله كي رجعت باش نلعب اساسي وقتها عاود تضربت. صحيح. الله غالب. شاد العايدي قال لك علاقتك بعبد المؤمن جابو؟ علاقتي عادية مش صحاب صحاب، اما علاقتي كيما يقول لك باهية وكل شيء، وديجا اول ما جيت حبيت نجي للكليب كلمته وسألته وحكالي كان بالباهي على الكليب وكل شيء، وعاوني زادا، وانا نحترم الجوار هذاك، حتى كي كنت في الجزائر وكان يلعب في الجزائر نحترمه هذاك ما الجوار، عادش كونتاكت توا. ما عادش كونتاكت. فارس قال بون جاوب عليه فارس. عزيز الماجري ماتش ما تنساهش مع الكلوب؟ ماتش فتح الرباطي، علاش؟ مع الفتح الرباطي اي علاش؟ خاطرش جات ربح في الدقيقة 94 كان تذكرت، واحد حمر كي نابو انت في عماد 94، المنيوي. وساعة وقتها
ايمد من يوم وقتها الجمهور فجعنا بالحق. سي فورزا يقعد ماتش عمره لا تنسى، تيران معبي الكل. المخلص الشريكي قال لك الفرق بين الكلوب والليكيبات الاخرين اللي لعبت فيهم. والله الكلوب ما تنجمش توصيل، ما تنجمش ما تحبهاش، ما تنجمش ما تعطي ما عندك، ما فماش فرق كيما نقولوا فرق في كل جمعيه وعندها النيفو تاعها كل جمعيه وكيفاش. اما معناها هذه كي تبدا تعيش في الكلوب تدخل فيها مره ما عادش تنجم توخر عليها. قصي ماذا بينا ترجع تفك بلاستيك؟ ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله بعد ما نرجع ان شاء الله، علاش نرجع ان شاء الله نكور. مجدي يحكي لي قال لك كان يجيك عرض من الاسبيرونس تمشي؟ ما نجمش امبوسيبل. بي اشر بون برشا يقولوا ما نجمش وبعد تتبدل هاي الحكايه. لا والله انا بيرسونيل ما نجمش نحكي على روحي يعني، فهمت. بي اشرف قال لك الكونترا تنجم تجدد مع الكلوب كيوفا؟ علاش لا، علاش لا، علاش مش واحد يكمل الكارير تاعو في الكلوب؟ ان شاء الله تتقد الامور وترجع مقبل. معناها تخمم تكمل كذلك في الكلوب؟ علاش لا. قاعد نستنى في الكاستيون يتحل وخاطر الكونيكسيون تاعي بعد ده. يوسف عميرة قال لك تنجم نهار كيما بالقلب تمشي الاسبيرونس؟ لا ما نجمش انا، ما انا واحد من الناس ما نجمش نعملها، وكل واحد لازم نحترمه لو شوا تاعو. حسن كمون قال لك شنو هي ليكيب في تونس اللي تحبها بعد الكلوب؟ ليكيب في تونس بعد حبة بعد هاي الكلوب، والله ما فماش جمعية أخرى نحبها مفهمي. حق تاع ربي. ساعات نحب صفاقس هكاك، كنت نحبها ملي كنت في الجزائر خاطر تعجبني معناها الكوره نتاعهم وكل شيء. وهو اكمونا بانامون صفاقسي اللقب نتاعو. انا قلتها بزاف. علي سياق قال لك تعاود تفكر في العوده للبطوله الجزائريه؟ تو لا ما زلت. داليزوفيتش كلوبستينوس هذا يا صاحبي تروح اللي ما تنساش مع الكلوب فتح الرباطي جاوبت عليها. فتح الرباط ايه مخلص الشريطي ما نعرفش يقصد قال لك شخالك في كافتيج القروان؟ والله كابتاجي مش نورمال جربته حار يكتب جربته معناها بيان سير ما نمشي ونجربه لازم نجرب. في هو اللي بحولك ما نسيت. لا ديما ديما ساعات والله كي نمشي وغادي يجيبونا مقرود يجيبونا الحق تاع ربي يفرحوا بينا. وش هي الماكله التونسيه تعجبك مختار؟ انا والله تعجبني فما ساندويتش يعجبني الحق تاع ربي شاباتي هذاك نحبه ساعات نهزه معايا للجزائر والله نحبه برشا نبار. ابي خلينا نعمل كويز صغيره. شكون احسن لاعب تونسي تو؟ تو احسن لاعب تونسي تو بولو مو قاعد نشوف الحق تاع ربي في واحد يقدم مستويات باين. فما شماخي تو هي ما طاح شويه البريود الاخر بعد جيست خلف بخاطر ما تعرف بريسيون تاع التجديد وكل شيء مشاكل وكل شيء شويه تخليك بيرتيربي. لاعب في بطوله تونسيه تشوفه قادر ينجح في اوروبا؟ فما برشا يدولي فما برشا فما كيما شو اسمه كيما شماخي فما فما زاد في ليطوال في راس بن عربي فما برشا. شكون اقرب لاعب ليك؟ بعدين فما في اقرب لاعب لي معناها مش ديما بعد مش ديما معايا وكل شيء مي جوارات معناها اصحابي تاع الكلوب فما اقرب برشا بلال العيفه فما صابر فما حق تعرف كلهم قراب ومعناها حد شيء ما خصني معاهم الكل جوارات الكل. شكون احسن مدرب تونسي تو؟ تو احسن مدرب تونسي لا سعد الدريدي. تتفكر اول سالية خذيتها؟
ها اول سالية اللي خذيتها؟ اول صالير خديتها اي قديش؟ قديش؟ ما ادري مش اقول لك. مش في الكلوب، نحكي اون جي. ايه ما نج... اقول له ما نجمت، سامحني ما نجمت، مش باين. ما سمعتكش مختار قول له ما بالحق نجمش نجاوب على السؤال هذا. علي. والله اول سالية خذيتها مش تحكي في ها الكلوب، انا نحكي اول سالية خذيتها في حياتك معنا. في حياتي الكل مش اي في اي الكلوب. لا مش في الكلوب. اول صار نتذكره كنت صغير وقتها 15 سنه 16 سنه، مشيت صححت كونترا في البليده، ها خديت وقتها 10 ملايين، معناه نقول لك قداش بالتونسي، هاي بريسك مليون ونص. اي بيه اول سالير مليون ونص، سما حاجه بيه في تونس ياخذوا 400 دينار اول سالير. لا انا خديت مليون ونص اول صالير. بونتو ما تنساش، كامبالا سيتي. انا اقرب جمعيه لقلبك، ها اقرب جمعيه لقلبك. فما ملزية وهران في الجزائر، وفما النادي الافريقي. نعرف السؤال هذا جاني ترى، قال لك عبد السلام اليونسي ولا سليم الرياحي ولا مروان حمودية؟ مهاب سألك. والله كل واحد وكل واحد وكيفاش، معناه ما تنجمش تقول هذاك خايب وهذاك. هل افهم الكل؟ كل واحد عمل حاجة خايبة أما عمل حاجة باهية زادة، من كما يقول لك ما نكذبوش على بعضنا بعض. صح عملوا حاجات خايبين أما زاد عملوا حاجات باهيين. شكون أحسن لاعب في العالم؟ كريستيانو وأحسن مدرب؟ مدرب، أحسن مدرب في العالم. انا الحق على ربي يعجبني موريني. بيه حاب نكمل معاك مختار، نحب نعمل منتخب بين تونس والجزائرية، شكون تحط فيه؟ منتخب أي مخلط مش مقلط مع أي. بعضه. نحط فيه جارديا، نحط مبولحي، ونحط على اليمين، نحط روحي اي انا، انت اي عندك حق. وعلى اليسار رامي بن سبعيني، ولو اكسيال كان ونحط رامي، بالعمري وياسين بريال. ها رامي كان اكسيال وعكس اكثر. اكسيال ما توقع. وياسين مرياح مع بالعمري، وفي الوسط نحط بالناصر، كلهم تجيرية حطيتهم ها. وديبروين تاع هاني حطيت، وقدام ما سمعتكش. هم قلت لك ونحط شو اسمه يا ربي فكرني به اللي يلعب في فرنسا تاع ما تونس، سمعتكش مقطع، قلت لك بروين. وصلت بالناس، قلت لك بكلهم بروين تجيرية حطيتهم. اسمع فيا تو. توا اي سي بون، يقص شوية في ويرجع الوسط، الصوت وفي صار. الوسط نحط قص الصوت قص. مختار
مختار وصلنا لاسماعيل بن ناصر قلت لك بكلهم الديريه حطيتهم. لا قلت لك صخيري والمساكني زاد مع بعض في الوسط. شكون تحط مع بن ناصر؟ الصخيري باهي، وشكون اخر؟ مساكني ديس قدامهم تحطه المساكني. نحطوا ديس باهي قدام. ونحط قد وحط بغداد ورياض وبليلي. ما تحسك حطيت دوز توانسه، ما خفت خاطر هكا هكا. حطيت اللي نحبهم انا. بون هي تو الجزائر فايته تونس، فايتتنا تحبوا تذكرها، ها نجوم كبيره منتخب الجزائر. ريت برشا برشا جوارات خيرات ولا هي. ولا ما نوافقكش انا معلول نعرفش صحيح بن سمعيني في كيب كبيره في المانيا، ما حتى معلول عنده امكانيات كبيره في على الجوش. بيان سير انا ما حكيتلك شنيا نحب، انا ما نعرف اللي معلول نبي كبير وكل شيء، فهمت؟ ما زلت تطمح المنتخب انت مختار؟ بيان سير ما زلت صغير وما زال عندي 27 سنة، معناها نجم نرجع. فما اللي لعبوا في المنتخب 28 29 جاتهم الفرصة ورجعوا. صحيح خويا، ميرسي بوكو، نخليك في الاخر كان تحب تقول حاجه اللي تحب عليها انت. نوجه تحية لصاحبي فهد، هذا اخويا وكل شيء، قاعد يبعت بعت وباش ما يقولكش ما تحكيش عليا، هذا امي تحية تاعي ليك وكل شيء. تحية ليه الفهد، وزاد تحية لسهير طرابلسي، نعدي لها تحية. ونشكر الناس كل اللي تحبني، ونشكر الجمهور تاع الكلوب على الفازات اللي عملوهم واللمة اللي عملوها وكل شيء. ان شاء الله يواصلوا كيما هكاك، ونتلموا لكل الناس الكل، نخرجوا الكلوب من الوضعية. ويعطيك الصحة، حاجة باهية هذه قاعد تعمل فيها وكل شيء. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو خويا، وبالتوفيق لك انت زاد، يعطيك الصحة مختار. إن شاء الله يعطيك الصحة يا سلام. عايش خويا، ماشي.